I was pissed at you. Now here's what I'm gonna do. I know a debt to love has been paid. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Total, partenaire du football africain. لعبة ما لعبوش، توقعوا بأن بنين ضعيفة وما دخلولهاش وما مستعدين. للأسف للأسف احنا كجالية مغربية مقيمة هنا في مصر، صراحة جابونا الشوك بطريقة غير طبيعية. علاش ما غاديش يلعبوا؟ علاش ما غاديش يسجلوا؟ هاش اخويا اش كاين؟ اش كاين المرمى حداهم؟ بلونتيات اخويا، بلونتيات يضيعوهم وبلونتيات تدخل فينا. حشومة اخويا، فريمون حشومة. مستوى اللعابة دون المتوسط، ما كاين كرة ما فيهاش زهر، كرة وجدتي راسك مزيان، هيئتي الظروف باش تنافس على شي بطولة غتكون في الموعد. عندنا لعابة خايب بكل صراحة، ما كاينش داك حب الوطن. حنا كجمهور خيبة الأمل ديما ولات عندنا بحال واحد المخدر، تولفنا عليها. شكون اللي خاسر؟ حنايا مخلين خدمتنا، مخلين الشغالات ديالنا، خاسرين فلوسنا في الآخر. شنو؟ كاين والو. تخلوا لي ما نقول. فين هو غادي؟ ماشي مشكل، المهم ديما مغرب، واخا خاسرين ديما مغرب، الحمد لله. حنا ديما نبقاو غير نحلموا، حنا أصلا مغاربة ديما نبقاو غير نحلموا، جيبوا لنا غير ولاد البطولة، حنا كفي، ولاد البطولة رجال يتقاتلوا على البلاد ديالهم، أو حنا ديما نبقاو نعانيو، علاش حشومة عليكم؟ جايين مكرفسين معذبين، ما كلينا والو، ما شربنا والو، كنجيو ما حبسناش، وكل شيء مشى، وعلاش ديما نبقاو نحلموا؟ هما يخسبوا الزفر وناهو، وزياش. أن بو ديسيو فات، نو بونسي كون علي. Pouvoir atteindre au moins les quarts de finale ou alors les demi-finales. Mais bon, c'est le destin. Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que ce soit ainsi. Nous, on l'accepte. Mais on aimerait dire aussi à notre équipe nationale qu'on est très fiers d'eux. Ils ont montré du très beau jeu. Maintenant, il y aura peut-être des gens qui vont essayer de mettre la faute sur quelques-uns ou quelques autres. Je pense que la faute n'est à personne. Ils ont joué leur jeu. Et voilà, donc ça a été le destin. Hakim Ziyech est un joueur de classe mondiale. Il l'a démontré auparavant. Et on est très très fiers de lui, tout comme nous sommes très fiers du reste de l'équipe. Dima Maghreb, Maroko. Bravo, félicitations. Saraha huma lebo, ou yessehlo, c'est tout. Ma عندنا ما نقولو. كون ما ضيعش زياش هذاك الجول، كرة الحمد لله كرة احنا ربحنا. ولكن دوماج. المغرب ما لعبش مزيان الحقيقة، تقال الفرقة ديال البنين ماشي شي فرقه قويه، كنا كنتسناو مستوى احسن من المنتخب الوطني، لكن المستوى ما كانش، الفريق كان ضعيف جدا. واخا هما تاحوا لنا، كان معنا الظرف في الدقائق الاخيره ديال المقابله وجاتنا ضربه الجزاء، لكن مع الاسف ضيعها لاعب زياش اللي الحقيقه ما زعما شنقول بلا بالدارجه ديالنا فقصنا. حنايا جينا من المغرب نشطنا معاهم، كنا اولين، واخا راك عارف غادي تكون شويه صعيبه نبقاو معاهم حتى الفينال، ولكن قلنا ماشي مشكل وبركنا على راسنا، و سيتي دي فاكونس بور نو اوسي، اون ديكوفير ليجيبت وكل شيء. المهم بون كوراج لو ريست ان شاء الله، اما الجيري اما ليجيبت ان شاء الله. راه ما كاينينش، ما كاين جوج محاولين على بيني داروا لك محاوله، هذا ماركا وبيت وراجع اللور وتقاتل، ما كاين لا ما فهمت، ما كاينش النفس، ما كاينش الرغبه. كتشوف الرغبه عندهم الفنيات عندهم، داكشي ما كاينش الرغبه. عندنا مشكل كيف ما قلتش ديال اللاعب المحترف المغربي كيجي من اوروبا كيبدا علينا اي انا جا الكونترال دير شي عصبه الابطال، كيجي لافريقيا ما كيدير حتى التوزه. واش كيديروها بالعاني ولا باغيين يمشيو للفاكانس؟ ما عرفتش. جربوا اخويا اللاعب المحلي، جربوا شويه، راه بزاف. راه بدلنا المدربين، جبنا احسن مدرب كاين في افريقيا، ما تبقاش تقول لي رونار هو السبب. رونار ماشي هو السبب، دا جوج كوز ديال افريقيا ورجع المنتخب الوطني لواحد المستوى واعر. ولكن اليوم راه لاعبين، ما تبقاش تقول لي رونار، انا متى راه بدلتي الرؤساء، بدلتي المدربين، جبتي مدرب محلي، والو. كل عام انتكاس بزاف. عيقتوا عنا والله، الا تعيقتوا عنا. واش حنا نتبرعوا من هذا المنتخب؟ اش تقعد تبكي ولا في التيران؟ والله بنادم بلا حيتو كيبكي في التيران. شناهو على مالنا حنا؟ مالنا لهاد الحالة؟ مخلين رزقنا مخلين شحال حاجة جايين من ما لعبش في هذا الماتش، مزيان ديال بيتي تعيروا به. ديما مغرب وديما زياش.
ميرسي زياش، ما تعرف لا كره حتى اللي كتعرف الكره. ميرسي زياش.